السلام عليكم وأهلا بكم من مركز الاتحاد للأخبار، هذا محمد عبد الكريم يرحب بكم ويلتقيكم في نشرة جديدة من علوم الدار، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم. ومحمد براشد يهنئ المحتفلين بأعياد الميلاد. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم. وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: أهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات وجميع أنحاء العالم، وأتمنى لهم السعادة ونعم السلام والأمان والمحبة العالم كله. على نفقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، طبعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نحو 100,000 نسخة من المصحف الشريف التي تعد الدفعة الثانية ضمن مشروع طباعة المصحف على نفقة سموه، وتنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ليتم توزيعها على المساجد ومراكز التحفيظ والمؤسسات الخيرية داخل الدولة وخارجها. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المحتفلين بأعياد الميلاد. وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: تهانينا للمحتفلين بأعياد الميلاد المجيد، كل عام والعالم ينعم بالخير والمحبة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد براشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي المرسومة رقم 62 لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف برئاسة المدير العام لهيئة الصحة في دبي. هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة جميع المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم. وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: نهنئ جميع المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في العالم، تمنياتنا أن يسود السلام والأمان والتعايش والمحبة بين شعوب العالم كافة. قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي واجب العزاء إلى معالي الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين. وعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهده دبي رئيس المجلس التنفيذي أن دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين ورفاهيتهم ورفعتهم في مقدمة الأولويات الاستراتيجية التي توليها حكومة الإمارة كل الاهتمام، وتسخر في سبيل تحقيقها كافة الإمكانات وتحشد لها كل الجهود من أجل راحة المواطن وسعادته واستقراره. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي اليوم عددا من رجالات دبي وأعيان البلاد وكبار المسؤولين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في زعبيل، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل الدائم مع المسؤولين والمواطنين والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم ومناقشتهم في الموضوعات التي تمس حياتهم وأعمالهم من أجل تلبية تطلعاتهم وتهيئة كل ما يلزم لتمكينهم من الاطلاع بأدوارهم على الوجه الأمثل كشركاء في بناء المستقبل دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد لقاء أهل دبي والحديث إليهم حول أعمالهم وتطلعاتهم نهج أسسه المغفور له بإذن الله تعالى جدي الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله، ورسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كركيزة من الركائز التي تقوم عليها منظومة إدارة شؤون الإمارة، ونحن حريصون على السير على هذا النهج الأصيل لنتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم ولنطلع على ما يقومون به من مشاريع وإنجازات، فهم شركاء في مسيرة هدفها الوصول إلى المركز الأول في كل شيء. نحن نعمل من أجل حاضر مزدهر وغد مشرق يعم فيه الخير للجميع، وتواصلنا ولقاءاتنا المستمرة سر قوة دبي ونجاحها الدائم. وتبادل سمو ولي عهد دبي خلال اللقاء الحديث مع الحضور حول عدد من الموضوعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور القطاع الرياضي في دعم ركائز النهضة والتطور على مستوى الدولة، وأهمية البطولات والمنافسات الرياضية في تعزيز توجهاتها نحو الارتقاء بهذا القطاع على جميع المستويات. جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب الرابعة والنسخة 11 لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو. واطلع سموه خلال اللقاء على استعدادات اللجنة المنظمة وتحضيراتها لاستضافة البطولتين في فبراير 2024 بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية وإشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو وبمشاركة دولية واسعة. وجه سموه بضرورة بذل أعلى مستويات الجاهزية لتحقيق أهداف البطولة وإنجاحها دعما لدورها في تطوير قطاع الرياضات القتالية على مستوى الإمارة والدولة. هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة جميع المحتفلين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقال سموه على حسابه الرسمي بمنصة إكس: بمناسبة عيد الميلاد نهنئ جميع المحتفلين، آملين أن يسود الخير والسلام والأمن والتسامح العالم أجمع. هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في كافة أقطار الأرض، وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: نهنئ الأخوة المحتفلين بمناسبة أعياد الميلاد في كافة أقطار الأرض، متمنين لهم السعادة والسلام، وكل عام وأنتم بخير. رحبت دولة الإمارات بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام، معربة على الأمل في إنجازها والتوقيع عليها في أقرب وقت. وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار، كما جددت التأكيد على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة. أعلن مركز الإحصاء أبو ظبي في مؤتمر صحفي عن إطلاق مسح لدخل وإنفاق الأسرة 2024، ويعتبر هذا المشروع بمثابة المسح السادس من نوعه على مستوى إمارة أبو ظبي، ويعد أضخم المسوح الإحصائية من حيث التكلفة والجهد والوقت على مستوى الإمارة بعد التعداد السكاني. وسيشمل هذا المسح على مستوى إمارة أبو ظبي جمع البيانات من حوالي 11 ألف أسرة موزعة على 260 منطقة إدارية، بحيث يغطي 850 أسرة شهريا ضمن عينة تشمل 70% من الأسر المواطنة و30% من الأسر غير المواطنة وسط مشاركة 252 باحث ميداني.
طبعا يهدف هذا المسح إلى دراسة الأحوال المعيشية للأسر المواطنة والمقيمة في إمارة أبوظبي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. في النهاية طبعا تطلع هذه المخرجات وتساعد متخذي القرارات ورسم السياسات. طبعا المسح دخل وانفاق الأسرة يستمر في العمل الميداني لمدة 13 شهر، بإذن الله راح نبتدي في 2 يناير 2024 وراح ننتهي من المسح في 2 يناير 2025. نستقطب فيها تقريبا ما يقارب 11 ألف أسرة، منها أسر مواطنة وأسر مقيمة في إمارة أبوظبي. الأخبار بقية وتتابعونها بعد الفاصل. شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين. أهلا بكم من جديد في نشرتكم المحلية علوم الدار. حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر استخدام الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية العنيفة التي تحرضهم على العدوانية، لافتة إلى الآثار النفسية الوخيمة التي تصل إلى حد الإدمان وفرض حالة من العزلة والانفصال عن الواقع. ودعت شرطة أبوظبي ضمن حملة شتاؤنا آمن وممتع أولياء الأمور إلى ضرورة متابعة أطفالهم ومراقبتهم وتدخل في اختيار الألعاب والتطبيقات الإلكترونية ذات المحتوى الجيد وغير الضار، وعدم اعتبار الألعاب الإلكترونية مجرد ألعاب عادية يقضي الأطفال وقتهم معها، فهي سلاح ذو حدين قد يستفيد منها الطفل وأيضا قد تشكل عليه خطورة. لا ينكر أحدا فوائد الألعاب الإلكترونية من تنمية للعقل وتوسيع للمدارك وتشجيع للتفكير والتحليل والتعليم، حتى أنها أصبحت بوابة للمبتكرين والمبرمجين، بل مسابقة دولية عالمية للتنافس وطرح الابتكارات والاختراعات، إلا أنها قد تنحى بأبنائنا منحا آخر ضارا للصحة يصل لدرجة الإصابة بالسمنة وضعف العضلات والعصبية الزائدة والعزلة. لذا وجب على أولياء الأمور التوقف عند الأضرار ومراقبة الأبناء في ساعات لعبهم وماذا يلعبون. نعيش تطورا تكنولوجيا لا مفر منه وسط أوقات فراغ وإجازات وفترات انشغال الأهل وترك أبنائهم فترات طويلة أمام هذه الألعاب دون رقيب أو حسيب، تصل بأبنائنا لدرجة إدمان الألعاب الإلكترونية والعيش في دهاليز الألعاب طيلة اليوم والتفكير في شخصيات الألعاب حتى وهم نيام في أحلامهم. إدمان الألعاب الإلكترونية يظهر جليا في معاناة الأبناء لتدهور كبير في صحة العين بسبب فرط إجهادها في الألعاب وألوانها المتغيرة في كل لحظة، ناهيك عن قلة الحركة أو الجلوس الخاطئ ما يؤثر على المفاصل واليدين والعمود الفقري، لنصل إلى أضرار أكبر وأخطر من ضعف الانتباه والتركيز ما يؤثر على التحصيل الدراسي. ولا ننسى الصداع والانطواء والابتعاد عن الأنشطة البدنية التي تنمي الجسم، ما يؤثر على مهارات الأطفال وقدراتهم، والقلق والتوتر وتلك الألعاب العنيفة التي تجعل الأطفال أكثر عدوانية. أولياء الأمور عليهم المسؤولية الكبرى في حماية أبنائهم من ألاعيب الاحتيال والإعلانات والروابط المغرية للاستيلاء على أموالهم والابتزاز، ما يصل بالأبناء إلى هاوية التنمر والتحرش والأنشطة غير الأخلاقية. نعم، الألعاب الإلكترونية لها فوائد مهمة، لكنها إذا شرعت لها الأبواب دون مراقبة أبوية صار أبناؤنا ضحية. فتحديد وقت اللعب ومشاركة الأبناء اللعب والتركيز على مواهبهم الأخرى من رسم وكتابة وقراءة وألعاب رياضية بدنية تجعل من هذه الألعاب نعمة ومستقبلا مبهرا. انطلقت فعاليات النسخة الأولى من مهرجان شتانا في حتى، وتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة والتجارب الترفيهية والرياضية التي شهدت إقبالا كبيرا وتفاعلا من الجمهور الذي توافد على مواقع إقامة الفعاليات وتجول بين المعالم السياحية الفريدة التي تضمها المنطقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تتعدد مقومات الجذب في دبي بين ما هو طبيعي وما هو من صنع الإنسان، فتتكامل هذه العناصر في تأكيد مكانة المدينة النابضة بالحياة وجاذبيتها للزوار، سواء من داخل الدولة أو من دول المنطقة وكذلك من حول العالم، للاستمتاع بتجربة زيارة فريدة لكل زائر ليغادرها حاملا ذكريات لا تنسى. حتى هي واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي، وتتميز بطبيعتها الجبلية الآسرة التي تجتذب الزوار من محبي الطبيعة والمغامرة من حول العالم، لما تتميز به من جمع بين روعة البيئة الفطرية الطبيعية وأصالة التراث بما تضمه من شواهد تاريخية ضاربة في القدم. عندنا أيضا فعاليات مصاحبة مثل ورش العمل المخصصة للكبار والصغار، عندنا أيضا فعاليات مختلفة في موضوع التزلج، عندنا تزلج على الجليد، عندنا رول سكيت وعندنا سكيت بورد، عندنا أيضا بوب أبس مشاركة ويانا في المهرجان مثل سولت، عندنا المسرح اللي هو بالتعاون مع دبي للإعلام ومركز حمدان لإحياء التراث. طبعا هالفعاليات كلها تراثية شعبية، فيها كثير أسئلة ثقافية ومسابقات للجمهور، والحمد لله نحن نشوف أن عدد الجمهور اللي يحضر المهرجان بشكل يومي في تزايد. تتعدد الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية التي تحتضنها منطقة حتى على مدار العام، كذلك تتنوع نقاط الجذب فيها ما يميزها كوجهة سياحية من الطراز الرفيع، سواء للأفراد أو العائلات، حيث توفر المنطقة لكل من يقصدها مبتغاه، سواء من ترفيه أو أنشطة رياضية أو مغامرات التحدي، كذلك الأجواء الملائمة للعائلة والراغبين في الاسترخاء وإمضاء أوقات من الراحة وسط البيئة الطبيعية والحياة الفطرية التي يتوق لها جانب كبير من زوار هذه المنطقة التي تشهد المزيد من التطور لقدراتها السياحية والاقتصادية. أنا سعيدة جداً بمشاركتي في مهرجان شتانا في حتى، وأشكر القائمين على هذا المهرجان، ونترايكم جميع حياكم. تتنوع مقومات الجذب في حتى التي عرفت قديماً باسم الحجرين، وذلك لوقوعها بين جبلين شاهقين، واشتهرت بالقلاع التاريخية والمزارع والأفلاج، ليتنوع مع تلك المقومات أيضا نوعية الزوار الذين يقصدونها من كل مكان، ما بين هواة للرياضة وعشاق للمغامرات وباحثين عن الراحة والاسترخاء في أحضان الطبيعة، بعيدا عن صخب ومسؤوليات الحياة اليومية. نشرتنا مستمرة وتتابعونا في أخبار العالم بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يؤكد ارتفاع حصيلة قتلاه منذ بدء الهجوم على قطاع غزة إلى 156. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل اثنين من جنوده أثناء القتال في شمال قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 156 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع. ونقلت صحف إسرائيلية عن الجيش القول إن الجنديين قتلا أمس الأحد، فيما أصيب جندي آخر بإصابات خطيرة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأحد أن ما لا يقل عن 15 جنديا من عناصره قتلوا في غزة منذ يوم الجمعة الماضي. يأتي ذلك في ظل إعلان الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه وسع عملياته البرية في قطاع غزة. هذا وأشار الجيش الإسرائيلي لاستعادة جثث 5 من المحتجزين من داخل شبكة للأنفاق في شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكره متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم أمس. وعثر على الجثث داخل شبكة أنفاق واسعة وعميقة في منطقة مخيم جباليا للاجئين بحسب الجيش الإسرائيلي. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه تم العثور على جثتين قبل أسبوعين وثلاث جثث أخرى بعد بضعة أيام. إلى ذلك، تعتزم حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت لاحق اليوم بحث اقتراح مصري لإنهاء الحرب في غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في وقت متأخر من مساء الأحد أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا في وقت سابق أن مصر قدمت اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أمس مواصلة القتال حتى هزيمة الفصائل الفلسطينية وإعادة جميع المحتجزين والتأكد من أن قطاع غزة لم يعد يشكل تهديدا لإسرائيل بحسب تقديره. أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم عن مقتل 250 فلسطينيا في هجمات لإسرائيل على القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب المصادر ارتفع إجمالي عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 20,674، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 54,536. هذا وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت اليوم بمقتل 70 شخصا على الأقل جراء قصف إسرائيلي أمس على مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن القصف استهدف مربعا سكنيا مكتظا وأن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة بسبب العدد الكبير من العائلات التي كانت في المنازل وقت القصف. إلى ذلك قتل 10 أفراد من عائلة واحدة الأحد في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. دانا البابا فرانسيس في رسالة الميلاد اليوم الوضع الإنساني اليائس للفلسطينيين في غزة، داعيا لوقف العمليات العسكرية في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وقال البابا إنه يجدد نداءه الملح للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع، كما أناشد بأن تتوقف العمليات العسكرية، مطالبا بأن يتم معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات. وتابع أمام الآلاف من الأشخاص في الفاتيكان أنه يطالب أيضا بوقف تأجيج العنف والكراهية، ودعا الأطراف إلى حل القضية الفلسطينية من خلال حوار صادق. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أنها أسقطت 28 مسيرة تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى. وقالت القوات الأوكرانية على التليجرام إن هذا الهجوم استهدف المناطق الجنوبية في أوديسا وخيرسون وميكولايف والمنطقة الشمالية أو الشرقية من دونيتسك والمنطقة الغربية من خيملنتسكي. كما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها شنت هجوما وهجمات ضد مواقع روسية اليوم تتضمن مخازن أسلحة وذخائر. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية عدة تحذيرات من الطقس القاسي اليوم خلال الاحتفالات بعيد الميلاد الكريسماس. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية من استمرار خطر الفيضانات في العديد من الجداول والأنهار في ألمانيا. كما وأصدرت الوكالة الاتحادية الألمانية للشؤون البحرية أيضا تحذيرات من هبوب العواصف اليوم في منطقتي فيزر وإلبي وساحل بحر الشمال. ومن المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد تقلبات للطقس مع هطول الأمطار وهبوب الرياح. والآن إلى جولة نتعرف من خلالها على أهم الأخبار الاقتصادية لهذا اليوم. تتصدر دولة الإمارات قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطاباً للزوار والسياح خلال عطلات الميلاد ورأس السنة، بفضل تنوع منتجها السياحي واستضافة أشهر العلامات الفندقية وأكبر مراكز التسوق والترفيه. وأشارت شركة ويجو المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت إلى تصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط في عمليات البحث حول رحلات الطيران، كاشفة عن 300,000 عملية بحث خلال الأيام الأولى من ديسمبر الحالي عن رحلات الطيران المتجهة إلى الدولة. ويتأهب مطار دبي الدولي خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر لاستقبال نحو 4,400,000 مسافر، فيما تتطلع الاتحاد للطيران لنقل 1,400,000 مسافر.
وقع مكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية شراكة مع شركة سيمنز للطاقة بهدف تعزيز مساعي إزالة الكربون في القطاع الصناعي في أبوظبي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف الاستدامة. وتتوافق هذه الشراكة مع استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة، ودعم اقتصاد الصقر الأخضر، وتقديم نموذج رائد في التعامل مع التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي. وستقوم سيمنز للطاقة بالعمل مع مكتب تنمية الصناعة بالاستفادة من القدرات التصنيعية محلياً وتوفير الحلول التقنية اللازمة لتطوير ونشر تكنولوجيا إزالة الكربون في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي. استكملت شركة فيتول لوقود السفن تسليم أول شحنة للوقود الحيوي في إمارة الفجيرة، وبحسب موقع أوفشور إنرجي فإنه عبر فرع الشركة فيتول بانكرز فإن سفينتين حصلتا على زيت الوقود منخفض الكبريت في 8 ديسمبر والرابع عشر من نفس الشهر من المصفاة التابعة للشركة في الفجيرة، والذي تم مزجه بالوقود الحيوي من مصادر إقليمية في مرافق تخزين فيتول. وتزامن التسليم مع مؤتمر الأطراف كوب 28 الذي انعقد في مدينة إكسبو دبي، والذي تم الاتفاق فيه على وجود حاجة ملحة لإزالة الكربون من الشحن الدولي. وتعتزم فيتول التوسع في امدادات الوقود الحيوي بآسيا، وعبر أفرعها ستتمكن من تقديم مجموعة من مزيج الوقود الحيوي. نحن أيضا في خبرنا الأخير، لم يعد تدريب القيادة مقتصرا على الرجال، بل برعنا نساء إماراتيات في هذا المجال، واستطعنا أن يدربنا المقبلات على تعلم القيادة في الإمارات. المزيد من التفاصيل لدى مها ياسر. تعتبر المرأة الإماراتية اليوم جزءا لا يتجزأ من المجتمع ومن كيانه الأساسي، بل وتعد شريكا استراتيجيا في مختلف المجالات. لم تعد الحياة كالسابق، فالمرأة الإماراتية اليوم تعمل وتنجز وتحقق وتبدع وتبتكر وتقدر على مختلف الأمور التي كانت تعد تحديات بالنسبة لها. وفي ظل التطور، لم تعد المرأة الإماراتية اليوم تقود سيارتها فحسب، بل هي تدرب مختلف الفئات العمرية للحصول على رخصة القيادة، كما أنها برعت وبجدارة في هذا المجال. صفاء المهري ومريم العرياني وكلثم الجابري ومريم البادي هن مثالاً على النساء الإماراتيات اللائي تمكنا من تدريب مختلف الفئات العمرية والإشراف عليهم لحين حصولهم على رخصة القيادة. نحن في الإمارات لتعليم القيادة ندرب عدد كبير من الطلبة بجميع الدول، عندنا لغات مختلفة تشمل لغات كثيرة من ضمنها الباشتو، الأوردو، الإنجليزي، الفلبيني، الإثيوبي، وعندنا لغات متعددة في التدريب. صفاء المهري إحدى النساء اللائي استطعنا الحصول على مختلف رخص القيادة ضمن تدريبهن لمختلف المستويات في الإمارات لتعليم القيادة، وذلك بدعم الإمارات لتعليم القيادة التي تهدف باستمرار للوصول إلى أعلى معايير تدريب وتأهيل السائقين لدعم التنقل الآمن والسلامة المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي. عندي 7 فئات من الرخص، عندنا تدريب جداً مميز هنا من المركبة الخفيفة. بالنسبة للمركبة الخفيفة عندنا هي لها نوعين، اللي هو الأوتوماتيك والجير العادي، غير الفئات الثقيلة عندنا الباص الخفيف والباص الثقيل والشاحنة والمعدات الخفيفة والمعدات الثقيلة غير الدراجة النارية. لا زالت المرأة الإماراتية تسطر إنجازات متعددة ضمن مختلف المجالات التي تأتي بدعم من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات. تعليم القيادة لم يعد حكراً على الرجال، بل هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة النساء يدربن النساء على قيادة السيارة. لنشرة علوم الدار، مها ياسر، أبوظبي. وصلنا إلى ختام لقائنا بكم في علوم الدار، شكراً لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.